عودي عودي يمكن قولها اهلا اهلا لكم لبس بدي شنطة شنطة قولهم لبس بي قولهم نحن رايحين في التوك توك التوك توك وين رايحين؟ عربية في العربية وين تاني؟ تاكسي في التاكسي؟ لا ها عربية توك توك هاتي بوسي بوسي بوسيني بوسي توك توك هاي بوسي بس قولهم مح مح قولهم نحبكم حكم حبكم حكم نحبكم حكم اهلا مش لعكم لاباس ان شاء الله تكونوا كامل بخير مرحبا بكم في فيديو جديد نرحب كامل مشترك جديد هيا حطي حطي نهضروا مع بعض حطت ها ان شاء الله تكونوا لاباس ان شاء الله تكون صحتكم بخير اليوم ان شاء الله في فيديو جديد صبونا قبل شويه الكاميرا باش تكون طالعه مرحبا بكم في فيديو جديد رحب كامل مشتركين جدد ونقولكم مرحبا بكم نورتوا القناة مشتركات اليوم فيه طبعا رحب بكم جديد باش نشوف فيها هكا من كحلت عينيا باش كيف راهم جايين شغل تبدل هكا وجي شوية المهم اليوم ان شاء الله في فيديو جديد لقيتوني لابسة راهي ستة تاع العشية راني خارجة انا وجوري والله غير ضاقت روحي قلت اليوم دي معايا جوري منها هكا شويه تنحي على بالها هي ثاني مسكينه نقول لكم صغير رجعت صغير بزاف من خوها قلت نروح نخرج انا وياها نفوت شويه وقت عمر راح يقعد هنا في الدار ومحمود اصلا ما هوش هنا خطيب وانا نخرج انا وجوجو اليوم وين نروحوا هي اللي قالت لي ديني في التوك توك وديني في العربيه واشتري لي كيكه زعما شري لي باتيسري واش نشري لك روحوا في تاكسا قالت لك روحوا في التوك توك وشري لي كيكه هاني مديت هاني نركبها في التوك توك مع اني يعني كنكون وحدي ما نبغيش نركب فيهم كي نكون هكا مع محمود ولا بر بصح على جالها هي اليوم نركبها في التوك توك حابه تركب في التوك توك تموت عليا اليوم ان شاء الله نركبها في التوك توك ونشوفوا رانا رايحين كيفاش راح نفوتوا نهار معانا وهيا هيا روح روح يقول لهم هيا باي باي انا رايحين قول باي قول لهم انا رايحين هيا باي باي هيا امشي اصبري نعدل لك الساكودو تاعك ها صبري قلت لك ندي معايا الشنطه لازم تديها معايا هيا هاتي يدك هيا قول لهم باي باي بنات رحنا تمشينا شويه هاي جوج جوري ارباحي تمشينا شويه المهم دوكا راح نشري لها نديها تاكل قالت لك عطيني ناكل كيكه نديها تاكل ندخلو هكذا في كافي ولا نقعدو شويه هذاك هو نديها تاكل هيا يلا يلا نديها تاكل شويه من بعد ان شاء الله نوليو نراوحو جوج هاي هيا ماما هاي شاطره ايه ارواحي ارواحي ندخلو هنا ارواحي انا واحد وهنا حبيباتي هنا كنت تحكي معكم سمحوا لي كي جيت ندير المونتاج لقيت بلي كاين هما مديرين موسيقى تما كون نخليها هكذاك فهمت كيف يعني حقوق طبعناش وممنوع اني ندير الموسيقى هذيك يعني كاين موسيقى معينه نديروها المهم انا كيما شفتوا خليتها اختارت وحدها قلت مادام خرجتها اكيد الطفل يحتاج هكا عنايه يحتاج مثلا خليتها تختار وحدها المره الاولى قالت لي ناكل انا ومن بعد جيتها كان مبغاش تستكملها وليت قلت لها تنوكلك انا يعني ما شاء الله كي تشوفوا هكا ولاد يعني ربي يرزق ان شاء الله كل محروم ان شاء الله يا ربي بصح كي تشوفوا هكا تخرجوا ولادكم تشوفوهم فرحانين هذيك انا بالنسبه لي الدنيا ما فيها كي خرجتها وشفتها فرحانه ودرت لها واش تبغي يعني اللي طلبته مني درته لها مالغري صغيره عندها غير عامين كي نشوفوا الطفل هكا فرحان وذاك يعني ديكم واحد الفرحه كبيره نطلب ان شاء الله من ربي ان شاء الله يا ربي يرزق ان شاء الله كل محروم ان شاء الله اللي في بالها حاجه ان شاء الله تتمناها وربي يحققها لها
وبعد ما كمل الطول قالت لي هيا ماما خلاص هيا نروحوا. مم هذا الحبة تاع الكيك هذه بنينة خلاص. وبعد ما كملنا يعني تمشينا، ولينا احنا تمشينا حتى للدار. تقريبا احنا خرجنا على 6 تقريبا، كانت تقدر 8 ولا، وصلنا للدار يعني روحنا. انا روحنا للدار نقعد شوفوا واحد كاين شويه هكا البرد فهمتوا، يومين عذوك البارح عندنا البارح واليوم الجو تبدل هكا، كان كيما قلت لكم كان سخانه كان جو ربيعي، باش نشوف في روحي تبدل كي كحلت عيني الداخل. خليو لي في الكومنتير زعما صح تبدلت، جوني شغل روحي تبدلت. شوف دايره غير الكحول، لا قلت لكم كاين برد هذا اليومين دوكا عندنا راه شويه البرود. انا نحسب خلاص قلت خلاص صح، يعني هو هنا اخر شهر فيفري خلاص ديجا بداو يحطوا فيه حوايج الصيف، ديجا بداو يعني يبيعوا في القش تاع الصيف، بصح باش هذا اليومين تحرك البرد. في الولايات الاخرين سمعت بلي عندهم المطر، عندهم الجو متقلب كيما الاسكندريه ثم بارده، يعني بارده كيما احنا عندنا في الجزائر، ثم قالوا بلي الجو متقلب في القاهره وقال كاين المطر، بصح هنا احنا عندنا غير برد ما عندناش مطر والله. المهم كيما شفتوني خرجت تمشيت مع شويه، انا ما صورت لكمش، هبطنا ثم في الحوانت هذاك بغينا كنشوفو نمشيو هكذا شويه حوسنا شوي. ومن بعد وليت ديتها قعدنا في واحد قعدنا في واحد الكافيتيريا هكا، جبت لها شريت كليت الكاطو، قالت لي عطيني نشري كيكه كيما تقول هي كيكه، اديني في التوك توك، قالت لي اديني في التوك توك، قالت لي اديني في التوك توك، ركبتها في التوك توك، قالت لي شيلي كيكه، شريت لها كيكه قعدتها وكلتها لها. المهم وثاني وجبت ثاني هنا لعمر، جبت لهم ليهم لتحت البيتشيخ يعني جبت لهم باب ديتو لهم كي عود طالع، وعمر جبت له حبه هكذا، وجبت معايا ذاك الباب، وهذاك الباب جبته لمحمود يموت عليه هذاك ديسباسيتو. المهم دوكا واش راح ندير، دوكا راح نوجد العشاء، دوكا نروح نوجد العشاء تاعي، راني ما درت والو، محمود مازال ما جاش، دوكا نروح نوجد العشاء، نروح بلا كندير جلبانه، عندي جلبانه وعندي دجاج، بلا كندير جلبانه في الفور نطيبها في الفور، نديرها بالبيشاميل ولا نديرها بالبيض والله ما على بالي. ونوريكم ثاني الطابله تاع الصالون باسكو راهي وصلتني، دوك نصورها لكم، دور لكم الكاميرا وتشوفوا، قلت لكم دوك نوريها لكم كيفاش دايره. دوك نوريها لكم كيفاش دايره، جبتها واحد هذاك القطع في القماش اللي بقى لي من هذوك المخاط اللي خيطتهم، حطيته فوقها قلت من عاد بالك جا الشكل تاعها مليح والله. المهم جبتها كبيرة فهمتوني، هذه مرة خيرتها ماشي صغيرة، صبرو نوريها لكم، ملي جربت قبل حطيت ساعة مع فوقها هذيك الصينية و عرفت درت لي جوري تاع المطبخ دوك ندور لكم الكاميرا. ها هي البنات الطابلة، ها هي كيفاش دايرة، شوفوا هذه كبيرة وعالية، الاخرى هاي وراني حاطتها كانت قصيره خلاص. هذه كيما قلت لكم انا جبتها غير كي كنت راح ندير العمليه وسبقني الوقت، قلت لي يجوني ضياف ما لقيتش، اما هذه هي حتى حوست وباش لقيت مليح، يعني اللي يكون عندك الوقت كيما هذه ها هي عاليه ومليحه يعني تجي قد الصالو تاعي. ها شوفوا كيف دايره، يعني نقول راني طابله هذه شريتها غير على جال باش كي كنت راح ندير العمليه، قلت يجوني ضياف ما لقيتش الوقت اللي كنت لي ضيق الوقت. وثاني نلقى لي كومونتير يا جيبي غير صغير، يا جيبي غير صغير، جيبي غير صغير. المهم دوك حتى نكمل الديكور تاعو كامل، راني يعني مازلت لازم نشيلو ديكورات، لازم نعلق التلفزيون مازلت ما علقتوش، يعني كل مره ندير حاجه حتى نكملو ان شاء الله. المهم ها هي ني جربت حطيت فوقها الصينيه هذه، شوفوا نوريكم حطيت فوقها هذا القماش زعما زي المخاط، قولوا لي جات مليحه هكذا زعما الشكل تاعها ولا ماشي مليح، جربت قلت بالك نحط هكذا ونحط هذيك الصينيه، جربتها غير ديكور هكذا، حطيت فوقها الفاز والفانوس، الفانوس هذاك جازي المخاط زي المخاط هذيك، مازلت ما كملتهاش الاخرى. المهم هاي اصبروا نحي هاي هاي كيفاه دايره، فيها تقريبا متر،
جبتها في لاكول البيضاء باسكو زيت وابل اللي عندي، مبغيتش نجيب. هو اصلا الصالون تاعي كيما راكم تشوفوا فيه قري، يعني ما يليقلوش حاجه ثانيه تجي غامقه مثلا في النوار، ولا جبتها بيضاء. نوجد الحشا تاعي راح نبدل الحوايج قبل هما الاولين، وبعد ان شاء الله نروح للكوزينه. وهنا ما سلكتني غير الجلبانه، يعني ساهله ثمثمه طيب. درت جلبانه درتها قراتها، يعني طيبتها قبل في صوص بيضاء، ومن بعد وليت نحيتها كي طابت درتها في الفرن. المهم اذا عجبتكم الوصفه نحطها لكم ان شاء الله، نديرها لكم سهله خلاص. ثاني في رمضان كي ديروها في رمضان بنينه، يعني في البنا ما نحكي لكم، شوفوا كيفاه جات وصفة سهلة وبنينة. المهم البنات كان هذا هو الفيديو تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله يعجبكم، ان شاء الله نكون خفيفة عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. بسلامة.